نحن من الجامعة الإسلامية عالمية من عالمية، لكن قد يعني الشباب الطلاب يتأثروا ب يعني فقرة ما أدري نسمي فرقة الأحباش. أنا سئلت عن هذا، هؤلاء ضالون مضلون يجب الابتعاد عنهم والتحذير منهم، وجماعة فتنة، وهم يفتون الناس بأهوائهم، يحلون الحرام ويحرمون الحلال، وهم أيضا لهم يعني مشبوهون في صلتهم بدولة أجنبية، لذلك لما الحذر منهم حذرا شديدا.